انا بحب مثلا التعبير عن الحب يبقى بالكلام وبالفعل، ما اه يبقاش كلام بس طول الوقت مش هنلاقيه مش هنلاقيه، هو بنلاقي كلام بس ما بنلاقيش فعل. في بالظبط. ناس عندها قدرة ان هي تفضل تتكلم وتقول ده انا هعمل لك وهسوي لك، وتحسي ان الحياة جميلة جدا، بس عند التنفيذ ما بتلاقيش اي حاجة خالص، بالعكس انت بتلاقي حاجة عكس تماما الكلام اللي اتقال. وفي ناس بتعبر عن حبها بالتصرفات بس ما بتعرفش تتكلم خالص، ده حقيقي. اللي هي بيبقى كده دبش في انت الكلام. عارفه دول بيعبروا كمان عن النقطه دي، بيقولوا ايه دايما؟ يقول لك ايه اما تقولي مثلا ان انت محتاجه كلام، او انه مش كل حاجه بتبقي عايزه حاجه مع حاجه، يعني يقول لك اللي بيعمل ما بيقولش واللي واللي بيقول بيقول ما ما بيعملش. بيعملش. هي الصوانه كده محفوظه. بالظبط. بس عايزه اقول لك، على قد ما مثلا ممكن واحد يكون بيعمل قوي 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 بس ما يعرفش يتكلم خالص، ممكن الطرف اللي معاه يكون متضايق ومتضرر، لانه برضو اه محتاج يسمع. رومانسيه وكلام عاطفي يسمعه طول الوقت، او يسمع كلام فيه دلع او فيه مشاعر حلوه. فالخير الامور الوسط، اللي هو يبقى بيعمل بالمعقول وفي نفس الوقت برضو يقدر يعبر عن حبه ومشاعره دي بالكلام المعقول برضو، مش لدرجة بالظبط اللي هو بقى أفلام الرومانسية بقى عمر بالظبط وسلمى وكده. بالظبط. حتى بعيدا عن العلاقات اللي هي بتكون ما بين راجل وست، زوج وزوجة او ايا كان، في ناس كتير مثلا صحاب تلاقيهم ما بيتقابلوش، بس مش بالسنين طبعا، السنين دي كتيرة قوي، بس مثلا ما بيتقابلوش بالشهور، ولكن علاقتهم ببعض بتكون اقوى من كده. او مش معنى ان احنا ما بنتقابلش فاحنا مش قريبين، تلاقوهم مثلا بيعبروا عن مشاعرهم تجاه الطرف التاني، انه في اي موقف انا صاحبي محتاج لي في حاجة انا بكون واقفة جنبه، في الحلوة والمرة زي ما والمرة. بيقولوا انا معاه، لو احتاج اي حاجة انا جنبه، او اكتر حد بيلجأ له في الوقت الصعب. يمكن ده برضو بيكون نوع من انواع التعبير عن المشاعر، صح. ان انت تكوني واقفه جنب الناس، وخصوصا لو ناس قريبه منك. تحديدا يا نورة انت قلتي نقطة مهمة جدا، ممكن مثلا اصدقائي يكونوا انا بحبهم جدا وعشرة عمري، بس بسبب ظروف الحياة احنا مش عارفين نتواصل مع بعض كتير ونبقى طول الوقت مع بعض. فممكن مثلا الناس اللي بتبقى فعلا ليها معزة قوي، مهما يعدي الوقت اجي اكلمها ما تقعدش تلومني، لان هي عارفه ظروفي ايوه وانا عارفه ظروفها. فاللي هي بمجرد انا احتاجها في موقف او اعزمها على مناسبه معينه، على طول من غير تردد تجيلي وتجاملني وتبقى معايا، او لو انا عندي مشكله تقف جنبي وتساعدني، غير لما هي تيجي تقول انا اصلا انا بحبك وبعزك بس انت ما بتساليش عليا، طب انا لما احتاجتك انت كنت فين؟ بالظبط فهي الفكره انه مهما يعدي بينا الوقت، الناس اللي بتحب بعض لا ما بتعاتبش بعض ابدا ابدا، او حتى العتاب بيبقى بسيط بس العلاقه بتبقى اقوى من فكره البعد. صح. غير انه مثلا ممكن واحده معايا طول اليوم وطول الوقت واجي احتاجها في ما موقف ما تلاقيهاش. الاقيهاش. صح فهي دي الفكره، انه لازم يبقى حوالينا ناس احنا فعلا بنحبهم ونقدر نوصل لهم مشاعرنا، ده بس تبقى في الوقت المناسب.